غلاء ديال اللحوم من الجفاف هو الاول. كاين واحد 3 سنين ديال الجفاف دابا، الناس ما بقاتش، والغلاء ديال العلف، وتقريبا كاع البقر اللي كان في المغرب تقريبا كله تذبح. ديك البقره اللي كانت غادا تنتج لينا حتى هي ذبحت، كتذبح في الاسواق اسبوعيه، وكاين شي مدن وشي اسواق اسبوعيه اختصاصيين غير في البقره والضروبه، ما يذبحوش العجل. هذا هو اللي دار المشكل، وهذا الشيء ديال الغلاء اكثر يرى من الجفاف. واخا كنا سمعنا على ان خرج شي قرار حكومي على ان البقره اللي كتولد ولا اللي كتكلب ما تذبحش. والو، ما كاين حتى حاجه من هذيك الهضره، ما طبقتش ما والو، كل شيء كيتسمع. هي البقره يعني لو انهم احترموا فرنسا كانت الضروبه كتذبح 3 شهور في العام، 3 شهور في العام وكتحبس 9 شهور باش كتخلي لها فرصه بالنيه والرباعيه، وتقريبا حتى السداسيه الا كانت باقا صحيحه كتولد. ودابا ذبحنا كل شيء، وزيدك الخروف حتى هو فينا هو؟ الخروف ما كاينش، الخروف دابا داير 110 درهم 120 درهم الغنمي، وما كاينش، ما كاينش الحولي. بعدا الحوليه كنهضروا على الحوليه حتى هي تقادات، يعني الخروف ما بقاش. ونزيدك هذيك العجين اللي كتشوف فيه قدام هذاك، راهو هذيك الرجله هذاك راه عجين ب 17000 درهم. اش فيه؟ تقريبا يكون فيه من كيلو 200 كيلو دار، طاح ب 85 درهم الكيلو. بلاصتو بلاصتو حي، يلا كتبيع حتى دابا على كتبيع ب 90 على 5 دراهم. 5 دراهم ديال اش؟ ديال خليوه حنا الضو، تيت جافيل ميكا كاغيط انت ديال اش 5 دراهم؟ ترى تصور فيه كاع، حتى غادي تخدم فيه من اليوم حتى نهار الاثنين، تصور فيه والو. والله الا من العيد الكبير لهنا دابا ديال العام اللي فات كنجبدوا خلاوا الناس بكري من البرده. شنو بالنسبه لهذا يعني الخصص اللي كاين يعني لا في العجل ولا في الخروف؟ ما بقاش دابا 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 الكساب اللي كان عنده واحد 10 البقرات ولا 15 بقره كان كيحلبها وهذاك الحليب ديالها كيبيعو وما كياخذ منه هو والو، حيت الحليب حتى هو كان واحد الوقت ملي داروا ليه المقاطعه وداك الشيء كان دابا دايرين ليه 60 ريال. بقره شحال غادا تعطي؟ غتعطي مثلا 30 لتر ولا 40 لتر ديال الحليب غيبيعها الشركه ب 60 ريال. يلا غادي تكفيها هي بحال كتوكل راسها. اذا هذا الراجل اش غيدير؟ غادي يشدهم وغادي يديهم الرحبة يبيعهم، علاش هو غادي يبقى مقابلهم؟ ما كيصور لهم والو. البقرة دابا كتعطيه 100 درهم ديال الحليب ولا 150 درهم كتاكلها. دابا التوقع ديالكم انتم كجزارة وجزارة كبار، حنا على أبواب ديال سيدنا رمضان، يعني واش اللحم غادي يوقف حدو حد هنا ولا مازال؟ لا، اللحم لما كانش شي تدخلات من عند الحكومة ولا شي حاجة غادي يمشي حتى 150 درهم. كيلو 10 ايام الاولى ديال رمضان اللي كيبدا الطلب على هادي وعلى هادي وعلى هادي، غيمشي اللحم بكري العجل. انا كنهضر لك على العجل، كنهضرش لك على البقره ولا اللحم اللي جاي كونتربوند ولا هادي، كنهضر لك على العجل. مازال حنا المحمديه راه باقيين تنشريو العجل وتندبحوا روسنا، تنبيعوا الفواد، نقدروا نبيعوا الجلد، نقدروا نبيعوا الخشافه ديالو، كندبحوا روسنا ونحضروا روسنا. اما مدن اخرى بحال الرباط بحال الدار البيضاء المدن الكبرى راه كيشري غير اللحم، كيمشي عند جزار كبار منه كيشري عنده رجله بحال هذه ولا رجله بحال هذه ب 90 درهم تقريبا على حسب الكاليتي ديالها. 90 درهم الكيلو يبدا يبيع في القطاع. عادي مازال حنا راه كنشريو الحي وندبحوه. هذا هو المشكل الهاوس، هو الجفاف. الجفاف والازمه الثانيه اللي دازت كديك ديال كورونا، والبليبار ديال الدراري اللي الناس اللي كانوا كيتقداو اللحم اللي كانوا عندهم عائلات. عندي واحد المواطن هنا كيقول لك السبب هو اللي كيستورد العلف ومغليه على المواطن. العلف حتى هو جايبو غالي من هي. مالو كي غيدير هو؟ مالو هو شحال غيصور كاع بهذا؟ العلف حتى هو راه تابعو سوائر وتابعو ترونسبور، وزيدك المازوت حتى هو راه باقي ب 14 درهم ومارتو 50. حيت المحروقات عندها تأثير عليها. إيوا شنو حنا الكاميو نهار غدا هو غيعمر السوق، الكاميو كيدي لي أنايا نص ديال العجل، خاصني نعطيه 60 درهم.
60 درهم غادي ناخذ وغادي ناخذ واحد ما بين الميكا والكاغيط واحد 30 درهم 90 درهم هذه باقي كاع ما بديتش ما هزيتيش الجنوي هادشي عاد القهوة ديالي انا باش فطرت هي 100 درهم 100 درهم هادي غنمشي مع الصباح نوض مع 4 الصباح خاصني 100 درهم ما بين ترونسبور ديال الحم وما بين قهوتي انا وما بين واخا ساز ذكرتي لينا السوق واش نفس الثمن ديال السوق حتى السوق كنا كندخلو كنتعزلو كتدخل كتلقى هذا مدخل ثلاثة هذا مدخل ربعة عزل العجل اللي بغيتي وكتنهصر هذا وتخاصم مع هذا وتجبد من هذا باش تجيب عجل السلعة دابا راه كي كيهود من الكاميون واقفين خمسة عليه كيتزايدوا عليه حتى هو كيزيد غير الثمن لا انا كنهضروا على الكاليتي على الحساب العجولة ملاح الناس اللي كدير محالاتها الحم مليح خليني من بلايك ولا البقرات ولا كنهضروا على اللحم ديال العجل عجل تني تقريبا سنة الحليب تني واكثر تني هو اللي اللحم فيه مليح وكيطيح غالي صحيح كاين اللي طاع عليه ديك السيمانه اللي فاتت ب 90 درهم تما في السوق باقي حي غيبيع ب 90 درهم غادي يتقاد مع السوق واخا يخسر واش غادي يوقف عنده ناس كيجيو عنده كليان ديالو خاصو يوجد لهم السلعه والسلعه مليحه واخا يخسر واش الكليان باقي هو ولا الكليان كاين الكليان اللي عارف هادشي وكاين اللي كيقول حنا ما غنزيدو عليه والو حنا اش غنزيدو عليه لا راه غنبقاو واقفين دابا غنبقاو شادين القاعه وواقفين والله الا كنصيروا من كما كيقولوا من البرده كنجمدوا فلو باش تهلا في راس المال ديال الحان ديال الحانوت باش خلي الكليان ديالك ديما معاه حيت الا دخلتي في راس بلا بديتي كتهز من راس المال ما تكملش شهر شهرين كاع طيح تمشي اما لا خاصك تمشي لقنت اخر تجبد منه لك تجامع شي حاجه اجبد هذا هو اللي كاين الحكومه لا استوردت البقري وما غاديش يلقاو البقري بحال هذا شنو البلدي كيدير غادي تكون الكاليتي عيانه وغادي واخا يجيبو من البقر الغليظ هادو العجوله هما ديال الحوانت هاد العجيله ديال 200 220 كيلو 240 260 كتغلب عليه كيجي واحد كيدي 3 كيلو 4 كيلو كتغلب عليه الدور معاه بالخف اما الا جبتي داك البقر ديال 500 غيبرك عليك هنايا امتى غتكملي 15 وغادي يزيد طول ويزيد يزرق ورا ما تنقي ورا ما تنقيه تخرج لك تنقيه تنوض مع الصباح كتحل خاصك تمشي تنقي هذاك البقر الغليظ وما فيه والو لحمه سبحان الله كله دايز بالماء سبحان الله العظيم كتحطي عندنا الجوده فيه حنا عندنا الجوده عندنا اللحم ما كيهان شوف اللحم ما كيطلقش الماء كاين اللي دابا البسط عنده عام راه غاديه بالماء البقر ديال بلجيكي شاروني شي اللحم ناشف بالنسبه عزيز كان بعض الناس كان كياخذوا 5 درهم كفته ما بقاتش خويا حتى 7 درهم ما بقاتش دابا 10 درهم كفته فيها 100 غرام ما نكذبوش عليك 100 غرام هو انا كان بعض الخطرات كنصبر كندوخ كنقول ها سير حي كتجي 110 ولا 120 الكفته دابا والله مع رمضان الكفته كتطلب بزاف غادا تمشي بزاف غادا تغلى علاش يا بنادم يلاه 300 يديرها 300 كفته غادي يديرها مع جوج بيضات مع هادي يحلق على الطابله اما والناس قلت لك اللي كانوا كيديو اللحم اللي عندهم عائلات كانوا ستد خوت ووالدين وهادي كان يدي كيلو ديال اللحم جوج كيلو كيطيبوها كاملين دابا لا دابا والو دابا العصريين دابا كيدي عندك 400 ديال الكفته كاع 400 ريال ديال الكفته اش غتصور معاه فيها 400 ديال الكفته ما عندك ماكينه ضو 2000 درهم في الشهر 40000 يوم اللي غتجبد هذيك 40000 وزيدك واحد القضيه عندي انا مازال عندي الوالد وما عنديش الكرا ناقص عليا واحد 5000 درهم ديال الكرا ولا 6000 درهم جيتي نتوما ضريتو ايوا حنا قلت لك انا ما عنديش الكرا اللي عنده الكرا اللي غادي يخلص الكرا من هنا لقدام غادي يسد مين غيجبد مين غيجبد 140000 7000 درهم الكرا ديال الحانوت والموضوع 7000 درهم هادي حطها هادي ما باع ما شرا عنده قول 250 درهم في النهار هادي ينوض الصباح يحطها
5000 ريال يحطها مع الصباح عاد يبدا خدام. واخا نعاودو نرجعو للسوق. السوق واخا السوق واش باقي هذاك الكليان او هذاك الزبون ديال السوق باقي هو هو أو لا كان اللي كان كيدي 3 كيلو عاد يدي كيلو ونص السوق. اللي كان يدي 4 كيلو عاد يدي السقيطات ديال ما بقاش هذاك الشيء وتقول ما كاينش داك الشيء وتقول الراجل كتحط ليه طرف ديال اللحم كتقول ليه واش 3 كيلو ب 5400 زائد نص كيلو ديال الكفته غتطلع لي القضيه تاع 6400 ولا 6500 نص كيلو ديال الكفته و 3 كيلو لحم ب 6000 ريال بزاف. بحكم التعامل ديالكم مع هذوك الشوايات وسميتو حتى هما بحال كان عندهم شويه القضيه ما الشوايات ما اش نقول لك ما القضيه عندهم حتى هما محنة زيد البصله دابا شحال 10 درهم مطيشه 10 درهم شحال غادي يجيب ديال البصله ومطيشه كاع خاصو واحد 200 درهم صاير مع الصباح الشوايه بصله مطيشه الملحه الحار الكيتشوب هادي 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 زيد وعاد خدمته هويا شحال غادي يصور الغلا ديال اللحم تاعو زيد وشحال غادي يصور هاد الشوايه كاع الشوايه دابا الا بغيتيه حتى هو الا بغيتيه يخدم معاك خاصك لي 1000 درهم في السيمانه 4000 درهم في الشهر منين غادي تجبد هاد التويه ما عندكش منين تجبد وشحال غيضرب يطير حتى هي كاع المعلم يضرب 40 كاسكروت 50 كاسكروت. عزيز رسالتك الاخيره للحكومه الرساله الاخيره هي خاصهم يديروا شي حل شي حل يجيو يحيدوا على الناس يرخصوا عليهم شويه العلف دابا الناس كلها باعت كلها ونزيدك واحد النقطه اخرى كاع الناس اللي كانت في العروبيه وكانت صباره بحال الوالدين ديالنا وكانوا كيصبروا وينوضي ينكس وينوضي يديروا هادي وهادي كاع تحولوا للمدينه كاع باعوا واش انت دابا انت ولا انا غادي نقدوا نوضوا مع الربعه د الليل نعطوا لواحد 20 تور تورد ها ونكسوا ليها ما نقدروش ها كتقول لا ما جات غادي تشد 200 مليون في هذه البلاد ولا 300 غنشري للدراري بارطما ولا جوج بارطمات ونمشي للمدينه ثاني وشكون اللي غادي يجبد شكون اللي غادي يوكل لينا هذا العجول وهذا شكون اللي غادي يكسب لينا هادشي ما كاينش خاصهم يجيبوا دابا يدخلوا البقر من برا واخا غادي واخا باسل غادي واخا الكلمه الاخيره للهوتة والهوتة خصو يشرب الماء هو والواليد صح الهوتة خصو يشرب الماء والله يحيد علينا هذه الازمه وزيد ثاني الازمه ديال الكورونا محنتنا بزاف هذه والسي حسن هو البارح حتى هو مسكين 3 كيلو ديال اللحم شدينا عنده 5400 راه عينيه غرغروا البارح ويبكي وي 5400 3 كيلو ديال اللحم راه عينيه غرغروا تصبر مع دير معاه هو حتى اش غندير ندير معاه الكريدي ولاني مسكين هو ما يبغيش الكريدي ما وي كيغدي تحيه للسي عزيز كنت معنا مباشره من مدينه المحمديه حي السعاده ومن عند جزار الحويفي اللي هو معروف يعني ابا عن جد فهاد الحرفة وهاد المهنة ديال الجزارة كما كتسمعوا هادي ماشي هادي راه عامة على الجميع عامة الغلاء السبب ديالو هو الجفاف زائد غلاء العلف وكذلك الهجرة ديال الناس البادية إلى المدينة والزحف الإسمنتي ناحية البادية كنتم معنا عبر المباشر تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يحفظك السي إدريس خويا الله يحفظك